تم خطف جميع من كان داخل هذه الدبابة، جميع من داخل هذه الدبابة تم خطفهم قبل قليل من قبل عناصر كتائب القسام في هذا المكان، كما شاهدنا بالعين المجردة، كما شاهدنا بالعين المجردة. الله أكبر. خطف جميع من كان داخل هذه الدبابة، جميع من داخل هذه الدبابة تم خطفهم قبل قليل من قبل عناصر كتائب القسام في هذا المكان، كما شاهدنا بالعين المجردة، كما شاهدنا بالعين المجردة. الله أكبر.